صباح الخير لكم من جديد مشاهدينا. له فقدة كتير كبيرة بيوم جديد، خاصة بس يغيب لفترة 3 أسابيع. أكيد عم بحكي عن مايك فغالي اللي استفقدتوا له بهالأسابيع الثلاثة اللي قطعت. بنقول له الحمد لله على السلامة من كندا على لبنان. تليفوناتكم جهزوها لأنه صار حاضر وناطر اتصالاتكم. مايك، الحمد لله على السلامة. صباح الخير. كيف كانت هالجولة بكندا؟ كتير حلوة، كتير رائعة. تمام. حلوة كتير. قد الواحد هيك بده هيك ياخد شوية نفس أوقات بتحس، ويتلاقى بالأصحاب بالقرايب بالمحبين بكل المتابعين والمشاهدين اللي بشوفوك من خلال الشاشة، إنك تتلاقى فيهم كمان. الإنسان بحاجة لمرحلة يكون فيها هيك خارج نطاقه. خارج النطاق اللي هو فيك، يغير عن حاله، يغير عن حياته، يشوف شيء جديد قدامه. برات الكادر يلي هو معود عليه كمان. التوقعات بتختلف؟ لا. هي زيتها بتضل؟ هي زيتها حتى مش انه شفت بركي هيك مساحات واسعة نظام لا حتى أكتر. هونيك حكينا كمان بالمقابلة التلفزيونية اللي عملت معي، حكينا عن لبنان، عن توقعات للبنان ولكندا وللعالم العربي، بتغير شيء. هي زيتها. كمان بيهتموا بالتوقعات مايك؟ الكل بيهتم، يعني العرب والاجانب كلهم بيهتموا. يعني نحن وقت بنقول بركي لانه هالقد في عنا يعني مشاكل، بنتامل بالافضل، بدنا مين يتوقع لنا انه الافضل. لا، حتى في عندهم اشخاص مشهورين اكثر منا بس على صعيدهم هن. مش بس نحن بالعالم العربي او بالاخص لبنان في ناس تتوقع او تحكي، لا، وين ما كان في. نعم. بأوروبا في، بأمريكا في، بأستراليا في، وين ما كان. نعم. مايك، يعني غبت فترة 3 أسابيع ولافت أنه التوقعات اللي قلتها قبل مغادرة الأراضي اللبنانية صارت. وللأسف. نعم. بعدها ما خلصت. كمان؟ حكينا عن مشاكل على صعيد مناطقي، مشاكل داخلية بدنا نمرق فيها. حكينا عن مظاهرات وتسكير طرقات، حكينا عن محاولة اغتيال تحت الهواء. قلت الاسم؟ سمينا، صح، قلنا الوزير جبران بصير ولكن ما بتزبط. طلعت براس طب الشعب. طب ليش ما كنت تقول على الهواء؟ يعني قلتها لكل الزملاء، لإلي قلتها، بس سألتك قلت لي دغري عن اسم الوزير، لإلي قلت. في احترام للشخص. في احترام للشخص، ولكن توثيقا للامور. بس هيك ما بتعطي مصداقيه اكثر لحالك. توثيقا للامور بنحكيها تحت الهواء. هلا الله يوجه له الخير وينعاد عليه الي حوشان. اكيد. كلهم كان يأيدهم، كان يصورني انا وعم بحكي الاشياء تحت الهواء. نعم. عشان يكون في اشياء ثانيه. كل شيء موسع. كنا حاكين بين شهر كانون الثاني وشباط، هي ردا لاحد الاشخاص اللي اليوم انتقدنا على الهواء بالاو تي جي. حكينا انه في استقالات نيابيه بدها تكون مفاجئه، وهي صارت اليوم. الامور تقريبا تدريجيا عم بتصير، بعد ما خلصنا وبعد في محاوله ثانيه اغتيال. اغتيال كمان؟ الاسم يلي سبق وقلته تحت الهواء؟ لا لا لا، ممكن تكون الشخصيه امراه. ايه، ما هي امراه. ناسي انك قلت لي. اوف. لا، فكرت حضرتك عم تقولي انه الوزير بس. لا لا لا، قلت لأنه عن امرأة. في محاولة اغتيال. واو. طيب. ونتبنى أنه ما تصير، أو إذا بدها تصير تكون بأقل أضرار ممكنة. بده يكون في أضرار تكون، يعني؟ ما رح تكون ناجحة. أوكي. فالأضرار رح تكون على الشعب. إن شاء الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله ما تصير. أكيد معنا اتصال. ألو. ألو، بونجور ميراي. أهلا. كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله. مين معنا؟ بلا ما اقول اسمك. يلا ما تقول الاسم، تفضلي. بونجور مثل معك. صباح الخير. صباح النور. بدي اعرف عن حالي. دعاء زد بس هالقد؟ دعاء زد بدك تحكيني تحت الهواء. دعاء زد هلا هون، شوفي السؤال هيك حددي شوي اكثر، كون محدد اقدر جاوبك. يعني ماده بهالايام، ماده مايك، ماده. هلا حضرتك نعم، أهم شيء المادة. المادة. حضرتك بانتظار شيء معين تتقدري تستفيدي.
يا بيعة، يا بدك تسترد الشيء، يا في حدا وعدك بمبلغ معين بده يعطيك إياه. المفروض بين شهر 8 شهر 9 تكون الأمور تحسنت، ولكن التحسن الكبير بكون بشباط إن شاء الله خير. يعني المهم أنه في تحسن، في تحسن وفي شيء ناطرته من حدا طالبته أو حقه عمولة معينة اتخذها. يعني الوضع رح يضل متأزم، قلت دايما بتقول بتوقعاتك لا تقريبا المرحلة صعبة لشهر 10 نهايته ما طلع شهر 11، يعني هاي من أصعب المراحل اللي ممكن يمرق فيها، وإن شاء الله الحكومة تقدر تقطع شهر 11 تتعيش كمان. طب يعني كيف الواحد إذا عم يسمع توقعاتك مايك وعم بشوف شو عم بيصير، يعني كيف بدنا نحن نستمد شو بدي أقول لك التفاؤل بركي؟ هذا كله تفاؤل، كله تفاؤل. كيف يعني؟ كله. إذا ما كبرت ما بتصغر. إيه بس ما صار لك كتير وقت عم تكبر وما كنا نشوف. هلا هون وصلنا لحدود شهر 11، خلص من شهر 11 وطلوع تتغير الأنظمة كلها سوا. بدنا نقشع تغييرات على صعيد سياسية وعلى صعيد اجتماعية وعلى صعيد مادي. ما رح نضلنا مرئين بهالضيقة الاقتصادية الكبيرة اللي أكترية الشعب اللبناني مارق فيها. بدنا نقشع الدولة عم بتبيع جزء من ممتلكات كانت معتبرتها هي إنه يبقى هون في اعتداء على هالمناطق، مشان ما يضل في اعتداء ويقبضوا 5000 و10000 ليرة على المتر. فرح يطلع قرار ببيع واستفادة الدولة وتمويل الخزائن إن شاء الله. عم بقول لك بدنا شيء هيك لحتى ناخذ منه هيدا بصيص الأمل. معنا اتصال. ألو، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. يحكي مع السماي؟ أكيد، تفضلي. صباح الخير. صباح الخير سيد مايك. يا أهلا. بدي أسألك عن المعروف عن صحتي وعن عائلتي بالإجماع عن وضعهم الاجتماعي والخاص لو سمحت. تكرمي. صحيا ماني شايف اي نوع من الخطر عليك، عم تمرق بمراحل فيها اوجاع هون اذا بتستشيري طبيب العائله، ولكن ما في اي نوع من الخطر. هلا على الصعيد العائلي، على الصعيد الاجتماعي العائلي، في عندك فرحه المفروض تكون بين شهر 12 وشهر 1. الامور جيده، خبر من مكان بعيد يخص احد افراد العائله وفي سفر. إن شاء الله خير مثل ما دايما منقول، وبنتأمل كمان على صعيدنا الخاص والشخصي وعلى صعيد لبنان، لأنه هالقد نحن مايك عم نتأثر بكل شيء. يعني صراحة وقت الواحد بيحضر نشرة الأخبار كأنه عم بيجيب الكآبة لحاله. هالحالة اللي عم بتصيبنا بس نشوف قبل ما نجيب الكآبة، هاي الكآبة إجت من موضوع معين سياسي. طيب ما هي السياسة. طيب ما هو مين جابهم للسياسية؟ يلي انتخبوا في ناس بتنقوا. فإذا نحن عم نجيب اللوم على نفسنا، خلينا نحكي على حالنا ما نحكي على الأمور. إذا بدك هي مثل تراكمات لو وصلنا لهون، يعني مش هلأ صار يستجد الوضع. ما هيدي هي المشكلة، أنه حدا له 30 سنة رجعنا طلعناه مرة تانية. طب هو بهال 30 سنة هلأ فاق على المشروع بده يعمله مالي. يعني أنه لو طلعنا كلنا ناس جداد كانت الأمور رائعة. كمان صعبة تقدر تعمل هيك، يعني حتى نكون منطقيين. حلو نجرب مايك. حلو نجرب، حلو نجرب أكيد. بس ما في حدا هيك طالع وحده، كله نتيجة أشخاص وراء. يعني لا ليش هلا أنا بحكي اللي أنا انتخبته. أي النائب بسيل جبران. نعم. بسيل ما كان قبل نائب. شفناه هلا بس صار نائب، شفنا الحركة اللي عم يعملها بالمناطق، كيف ما عنده تفرقة أنه هو ابن البترون بالزيادة عليه. لا أخذ لبنان كله. طب ليش غيره ما بيعمل؟ فلازم نحن نعرف نختار، لأنه في انتخابات قبل موعدها. في انتخابات قبل موعدها؟ كمان. والعاني والعاني. يلا اتصال. ألو ألو. أهلا بونجور. بدر بيت أحكي مع مايك. تفضلي. صباح الخير مايك. صباح النور. لو سمحت بدي أعرف عن الشغل وعن حياتي الشخصية إذا ممكن. عمليا ما في اي مستجدات نهائيا، يعني ما تتعبي قلبك من هلا لثلاث اشهر. على صعيد حياتك الشخصيه شيء من الماضي بده يرجع للواجهه بوقت كثير سريع، ممكن نهايه هذا الشهر، ولكن اتمنى عليك ما تفتحي ابواب الماضي بالعتاب والجدل البيزنطي ويرجع يصير البعض. يعني هاي اخر فرصه لك انك تتقبل الواقع، بس الماضي يرجع يدق بابك
ترجعي تفتحي صفحة جديدة، ما تنبشي بالماضي وترجعي تعاتبي. بعدي عن العتاب، الأمور بتكون جيدة هذا العام. أهلا وسهلا فيكي. كمان معنا اتصال. ألو، صباح الخير. يلا لحتى كان جاهز الاتصال. يعني حلو دايما مايك معك انه بتقلنا توقعات عن جد كثير هيك بتنقز وغريبة وثقيلة، بعدين يمكن بنفهمها مع الوقت، بس الأمل موجود وهيك وبتعطيه بزخم أكيد. وبقوة. صدقيني طلب مني العمل بأمر بكندا. إيه أنك ضلوني يعني وبصفة رسمية انطلب مني إنه يكون في سنتر هيلينج ولايف كوتشنج. إيه وإنه يكون متواجد على طول هونيك. كان رفض. رفضت؟ أي. ليه؟ ما فيني أعيش بريت البلد. روح وتعا. مش هيني عم بطلع دايركت فلايت انه تطلعي 13 ساعة او 12 ساعة ونص. تنقول مش ضروري ما فينا اقعد بريت البلد. يعني هاي اول مرة بحياتي بتأخر بسفرة 3 أسابيع لان كان مواعيدي مفولة كلها سوا وكان عندي محاضرة ومقابلة تلفزيونية. اضطريت اقعد بالعادة اكتر من اسبوع. ما فينا. لمين بتشتاق اكتر شيء؟ بشتاق لحالي. بلبنان بتكون مختلف عن برا؟ بشتاق لنمر. بشتاق له، بحسه انه هو خلص، هو شقفه من لبنان، شوية تراب من لبنان. ما فيني اعيش بلاه. بشتاق لامي. بشتاق لكل شيء. ما فيني اعيش بريت البلد. لا تنشوف انه مين ممكن تاخد معك. عرفت؟ ما بروح تاخد معي. ما اكثر من بلد سهل اعيش فيهم وبرياحها، بس لا. هلا يمكن لانه في عندك القدره انك تكون هون وهونيك و... لا من وعايش من زمان مرتاح. وجاي من زمان وجاي. كان عمري 16 سنه اول مره سافرت، لحد اليوم تقريبا كل شهر عندي سفره. وبحياتي ما فكرت انه انا انسان اترك البلد او اركض على جنسيه ثانيه. نعم، هي اساسا صعبه. هلا كلنا بنحكي حكي بتقول حلو لو عندها جنسية تانية يمكن بتفكر لحتى تقدر تسافر من بلد لبلد بلا ما تتعذب بالفيز. يعني هي أكتر شيء فكرة على القليلة أنا يلي بتخطر ببالي. هلأ الفيز اللي بعد مثلا أمريكا 10 سنين، كندا هلأ 6 سنين ما إياها. عيش وأصرفها. ما هيك طول بعمرك أكيد. في معنى اتصال. ألو. ألو صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. في يحكي مع سيد مايك. تفضل. استاذ مايك صباح الخير. صباح النور. كيفك استاذ مايك؟ نشكر الرب. بدي اسالك سؤال. انا بدوله عربيه في لي حقوق من ناحيه الخدمه، ممكن اخذها؟ الصوت مش واضح. من دون مشاكل. هو بدوله عربيه. هو بدوله عربيه وفي عنده حقوق، ممكن ياخذهم بلا مشاكل؟ في حدا اخذ حقه بالعرب؟ فوت فيها بمشاكل وخذ حقوقها. هيك عطيبة قلبه عرواء بتستنظر شيء من أي بلد عربي، حتى من عنا من هون إذا اعتبرنا عرب. مهضوم مايك. يعني بدك تمشكلها وبيمشي الحال. مشيها بأمور قضائية كبيرة تقدر تحصل على حقوقك كاملة. إن شاء الله خير. نعم. هاو العرب. هاو العرب قوية على بعضهم. نحن لبنانية. لبنانية. اللبنانية يا ريت قوية على بعض. هلا اذا فتحنا لا حتى اقول لك نحن عرب ولا مش عرب وهيك، بس انه طب انت مش دارسة بالتاريخ وبالجغرافيا وبكل شيء اللي درسونا اياهم من حوا صغار. لبنان ذو وجه عربي. ذو صح ام لا؟ صح. ما تعملنا عرب كاملين. كل العرب بس يظهروا من بلدهم بيحكوا اللكنة المصرية، ما حدا بيحكي لبناني. عنا لغتنا الخاصة الله يرحمه سعيد عال. عنا لغة لقلنا نحن. نحن بنقدر نتحاكى بجميع اللغات ولكن ما حدا بيحكي لغتنا. نعم. اتصال. ألو. ألو بونجور. أهلا بونجور. معك كلود. أهلا وسهلا فيك يا كلود. ثانك يو. في متى نحكي مع أستاذ مايك؟ تفضلي. ميرسي. أهلا وسهلا. تفضلي اطرحي السؤال. أه بليز في مجال أعرف عن حياة الملخصة. صباح الخير. صباح النور. حياتك الملخصة أنت اختصرتي كل الأمور، حددي شو اللي بدك إياه. العاطفية. العاطفية الأمور تتسوى من أول وجديد.
تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، ولكن حاولي قدر المستطاع تكوني متفهمة. طالما أنت نوعا ما متشبثة بالأمور، طالما أنت عم بتفكري أنه الأمور ممكن ترجع تنعاد على صعيد الخلافات البسيطة اللي كبرت فجأة، هيدا الشيء رح يضل مشكل لك القلق. الوحدة بعيدة عنك بعام 2020. بعام اي عام؟ 2020 يعني بدها تتجوز العام المقبل. العام المقبل ان شاء الله الله راد. اهلا وسهلا فيك. اف رح نصير بال 2020. واو، والايام قد ايه عم تركض والتاريخ لافت. ذاكري الوقت اللي قلنا انه النهار بطل 24 ساعة. ايه وانتقدوك عليها. وفعليا انه اللي بيقدر يكشف الموضوع هيدا ساعة الرمل، مش ساعة اللي بايدنا. إذا حددنا ساعة الرمل وعيرنا بيطلع غير شيء؟ 100%. عندي ساعة رمل بالبيت بدي أجرب. جربيها وشوفي. عن جد هيك؟ بدي تلفن لك هلا اليوم وأنتم جربوها مشاهدينا لحتى الأمور نشوف. يعني ال 24 ساعة خسرت بحدود 3 دقائق 4 دقائق من وقتها. هالثلاث أربع دقائق مأثرة علينا. فتح عينيك صار الظهر خلص. بس 3 4 دقائق مش هلا رح تحس. هلا 3 4 دقائق انت عم تحكيهم حسب دورة الكرة الأرضية، مش عم تحكيهم على صعيدك اليومي انت وهون قاعدة. لا بس الأمور كثير بتغير. بس يمكن هيدا هو الفرق بين ساعة الرمل وانه دقيقتين ثلاثة والهن، ما هي مانا هالدقيقة صح؟ هيدي ساعة الرمل أي. يعني جاذبيتها بعدها مثل ما هي. إذا فرق بالوقت اللي هيك اللي نحن عم نشوفه يعني بين ساعتنا بقى، كيف النظام الكوني، كيف الشروق والغروب. يعني إذا بتفوتي بتعملي سيرتش عنه هذا الموضوع بتلاقي مزبوط إنه النهار عم بيختصر. ما ببلش النهار بكون خلص، بيخلص الشهر، خلصت السنة، خلصت السنة، خلصت الصيفية. بس محلي أنسى بدلة 49 كيلو، هلأ بلشت أنحضر لبدلة تانية. شو هي بدلة 49؟ ليلة راس السنة. آه 49 كيلو كان وزنها. هل قديه؟ هلا بلشنا. هالسنة شو أكثر ولا أقل رح تكون؟ ما بعرف. عملها سهلة، يعني عملها إذا بدك خفيفة لحتى السنة تكون هيك سلسة. حسب ما لأنه يعني كل ما تزيد التقل كل ما التقل عم بيأثر علينا. بشهر 9 نطلع بعنوان العام المقبل. نعم. على موجب بنعمل بدلة. طيب. شو هيك كان فيها تقل عم نشعر فيه لهلا. هلكتنا مايك. اتصال. الو الو، راح الاتصال، نطرته شي نص ساعه مسترسلة انا مايك. يلا الو، اتصال جديد. الو صباح الخير، انتوا على الهواء. الو الو، اتصال موجود بس وين المتصل؟ طيب يلا هلا بنرجع، بس يجهز اتصال رجعوا قولوا لي. لكن مايك دائما نحن بنحكي معك توقعات، اكيد الناس صاروا بيعرفوا، بكندا كانوا ناطرينك، الجمعه كانت حلوه، استضافتك على يعني المحطه التلفزيونيه هونيك. قد ايه اخذت وقت؟ كان من المتوقع تكون تقريبا 20 دقيقه، اخذت معنا ساعة و37 دقيقة. عم تحكي جد؟ ايه. ليه؟ كيف تا يعني محددين 20 دقيقة هالقد زادت؟ جميل، أنا معود بس فوت بمقابلة. ايه. ما بتخلص بوقتها دايما. كان عم ينحكى عنك ولا عم تعطي توقعات ولا؟ انحكى قسم كبير عني إنه تقريبا من 10 سنين لهلا. اوكي. شو اللي حاكيه؟ مفندينهم، إن شاء الله بنقدر نعرض الحلقة هون. بدنا نطلب الاذن منه. حلو. او فيك تنزلها عندك. وعملوا ريبورتاج عن المحاضره اللي القيتها هون. انعمل توك شو وتوقعات. ما حسينا في الوقت. حلو. حتى ناخذ المتصل يلا. الو الو، صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا، تفضلي. فيني احكي مع استاذ مايك؟ اكيد. الو، صباح الخير. صباح الخير استاذ مايك. اهلا. معك ليلى أسمر. لو سمحت بدي أعرف عن حياتي أنا وعائلتي، عندي بنت وصبيان. شو اللي بدك تعرفي؟ عن مستقبل أولادي. ما تخافي عليهم، عارفين حالهم شو بدهم. المستقبل ناجح،
الحمد لله. في عندك وداع على سفر؟ وداع على سفر لعائلتي؟ لا، احد الاشخاص من قلب عائلتي انا؟ نعم. اوكي، وصحة جوزي؟ ما في جواب، بس ما في خطر. اهلا وسهلا فيك. ما في جواب بس ما في خطر؟ شو يعني؟ المفروض هي فهمت علي. نحن مش ضروري يعني؟ مش ضروري انا افهم عليه. طيب خلص، اذا المتصله فهمت اكيد، واذا يعني كل المشاهدين اوقات بدهم تفاصيل اكثر مايك، نحن بندين لحتى يتواصلوا معك، لانه على الهواء من دقيقة وقت محدود يعني بيكون، وبعض المتصلين بحبوا هيك انه عم بيسالوا يحطوا تريك، مرات تكتشف مرات لا. مثل كيف يعني؟ انه يسالوا، انه بيسالوا سؤال فخ انه هلا وقت الاختبارات يعني. ما كتار بحبوا يعملوها هيك. طيب اذا ما عندهم شيء وهالشيء عم بخليهم يكونوا، لا بالعكس، هذا الشيء كثير منيح لهم تيصير في عندهم هيك مثل انه لا معه حق. نعم، مرات بنخطئ مرات بنصيب. اكيد، يلا طب نطر كثير. يلا الو. الو، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، تفضلي. في احكي مسيو مايك؟ اكيد. الو، صباح الخير. صباح النور. بدي اسال، ان نحن عنا عقار بدنا نبيعه، وصلنا من شهر لهلا كل اسبوع بيجينا حدا بده يشتريها، وبتوصل اللقمه للدم مثل ما بيقولوا، بيرجع بيروح، وهلا في شيء ثلاثة أربعة بدهم اياها، ما عم تزبط يعني، ما بعرف ليه ما عم تزبط، فبده يصير بيعها بهالقرب او لا؟ بدي اسال انه هيدا السؤال، لانه كثير نحن يعني حابين نبيع. اول شيء اللي بدي اقول لك يا صباح الخير، صباح، ما في شيء اسمه ما عم تزبط، يمكن ربنا عنده حكمه من هيدا الموضوع، ما عم بخليها تنبيع هلا لانه في فرجه، او حيجي شخص يعرف قيمتها ويدفع حقها كامل، ولكن من هون لشهر شهر ونص بتكون الامور تيسرت. ناخذ الامور بطريقه ايجابيه، انه ربنا عم باخرها تتاخذ حقها. اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله خير مهضوم مخرج. على قد ايه بدها فيها؟ عبالك تشتري شقه في ارض شربي؟ في شقه بالفياضيه. يلا تعال، في شقه بالفياضيه اذا بدك. كل حدا عنده شيء بده يبيعه يعني، لحتى لا هي مش لقل. ياخذ شيء ثاني. هي مش لقل. لا سمعتك تحت الهواء على كل حال. في كثير ناس على كل حال عارضه مايك، بس ما في يعني، الناس اللي معها مصاري مش رح تحطها هلا تدفعها كلها، وخاصه انه ما بقى في اللي معهم مصاري قروض، جمدوا مصرياتهم بالبنوك، حسوا بالتعب، عم ببيعوا بالفائض اللي عندهم. الفائض اللي عندهم هالقد؟ اي. وفي ناس محروقه حرام، يعني هلا في كثير لقطات، بس مش كل الناس قادره، والبنوك ما عم تعطي. ما هي هي، والعالم عطيبة قلبها جمدت مصرياتها، وهذا اللي كنا عم نحذر منه. نعم. اخر اتصال باول بارت من الفقرة واللقاء معك. الو. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اكيد تفضلي. بدي اسال عن صحتي وماديا ووضع اخواتي. صباح الخير. صباح النور. ما تخافي على حالك، انه حضرتك انسانة قوية وبتاخدي قرارات، وعم بتحسي مرات باوجاع، ولكن ما بتعرفي تقولي الاخ، تضلك واقفة حوالين العائلة اللي عايشتي، لأخت وأم وأب وصديقة، أنه حاملة هم الكل وناسي همك. أتمنى يكون في لفتة لنفسك. أمور العائلية جيدة جدا، في عندك ارتياح على صعيد مادي، المفروض يكون بين شهر 8 نهايته لمنتصف شهر 9. أهلا وسهلا فيك مايك. بدي اقول لك ميرسي كثير. اكيد على بعد شوي تنضم الزميله ماي، وبدي ارجع استغل المناسبه اليوم لحتى عيد كل يلي بيحملوا اسم الي، مشتقات الاسم اليان كمان وهيك، والزميل الي حوشان تحديدا، والي ابو زيد كمان زميل السابق كان معنا بالاو تي في، ومخرجنا كمان الي ابي خليل. اليوم معنا شربي كمان، بنعيده شربي، لان الاحد رح يكون على الهواء، فبعيدك كمان حتى لو انت ما كنت، وينعد على الجميع رب بالخير والبركه وكل شيء منيح باذن الله يا رب. ميرسي لك مايك. ميرسي مشاهدينا، فاصل وبنرجع.
مشاهدينا متابعين لقاءاتنا معكم، والجزء الثاني من اللقاء مع مايك فغالي بيبتدي هلا، واكيد اتصالاتكم على الارقام يلي عم تمر على الشاشه. صباح الخير مايك. صباح الخير كمان مره. ان شاء الله تكون حكيت الاشياء المش منيحه مع ميراي باول اسم لحتى تخبرني انت، تخبرنا انه لا حكينا كل شيء منيح، حكينا عن ايجابيات لبنان وكيف لازم نحبه للبنان، كيف لازم ما نتخلى عن لبنان. بدنا كثير المهم نبلش، بيبيعوا كل يوم كثار ويلي مش سألانين فيه، اللي بده يبيعوا يبيعوا، نحن بنشتري بحبك لإله بتشتري. أنا حتى مش عم شوف مظاهر حب من الناس اللي بتكب على الطريق، من الناس اللي ما بتحترم القوانين. شو مرة شحتي حدا عم يكب على الطريق شلتيها وكبيتيها بوجهه؟ بخاف. ليش بدك تخافي؟ بقوصني يمكن. لا 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 بتضحك، ما هي لغه العصابات بطلت موجوده. قديش ما بقى بتحمل هلا تحت الهواء بدي اخبرك. ما عندي مشكل ينزل حدا يسبني، مش انه مثلا زلمه ايه؟ مره كيف عيطت علي هلا بخبرك. ما عندي مشكل تنزل تعيط علي وتسبني عم بتفرغ زبالتها علي، انا مستعد. بركي دعوستني مثلا وبسطتني. ما بتعرف الناس كيف طالعه. ما بدها شيء، نصيحه مني بس تقشع شيء غلط على الطريق، لو شو ما كان، لو رميت سيجاره زدته دقي على 112 واعطي رقم السياره. اتصالين ناخذ الاول. صباح الخير. الو بونجور. اهلا وسهلا. سوري بدي اسالك عن حياه بدي اسال مسيو مايك عن حياه الزوجيه. نعم. وبدي اسال عن خيي مسافر اذا رح تزبط السفره، وعن صحه امي وعن اخواتي كلهم. شكرا كثير لاتصالك مايك. ميرسي كلك ذوق. اول شيء صباح الخير. اللي بدي اقول لك اياه انه ما تتخذي قرارات تندم عليها في المستقبل، هيدي اهم شيء. حاولي انك تتاقلمي ببيتك اكثر ما بتتاقلمي ببيت اهلك او مع اهلك او مع اخوتك. امورك رح تكون مشربكه كثير، ولكن في انفراجات تبدا معك بشهر 10 على صعيد حياتك الزوجيه. ما في خطر على اي فرد من العائله. مشان خيك اتمنى سماع صوته تقدر جاوبه بخصوص السفر. تابعين مشاهدينا وكمان اتصال. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. بونجور. بليز بدي احكي مع مسيو مايك. تفضلي عم بيسمعك. صباح الخير مسيو مايك. صباح النور. بدي اعرف بس عن حياتي العاطفيه والعمليه اذا حتوظف. بتعرفي تسامحي؟ انا خريجه جديده. سؤال، بتعرفي تسامحي؟ هلا انا بعرف سامح بس انه اوقات لا، يعني للصبر حدود. ما في للصبر حدود. سؤالي لك واضح، بتعرفي تسامحي؟ بعرف. خلص لكن الامور بغضون اسبوع بترجع لطبيعتها، واذا ما بتعرفي تسامحي من هلا سكري على المواضيع وافتحي صفحه. وما بنصحك تسكري على المواضيع. عرفي كيف تسامحي؟ ظرف اسبوع الامور تتجدد بتكون كثير جيده على صعيدك الشخصي والعاطفي. ماني شايف اي نوع من الخطر تجاه المستقبل. وعلى الصعيد العملي في تجديد بشهر 9، في شيء جديد بدك تفوتي فيه، معترك حياه جديد بكون ناجح. اوكي ماشي كثير. يلا شكرا لك. واكيد كمان متابعينك لاتصالات كثيفه اليوم، ما عم لحق نحكي، هو افضل على فكره انا وياك دائما نتناقر. لا لا بدنا ناخذ اتصالات. صباح الخير. الو الو بونجور. اهلا وسهلا تفضلي. عم بيسمعك مايك. بونجور مسيو مايك. صباح الخير. بدي اعرفك، بدي اعرف شيء عن. تعلي لي صوتك شوي اعملي معروف. بدي اعرف عن صحتي وبدي اعرف عن مادياتي وبدي اعرف عن عندي صبيان عنهم. ما فهمت. صحتها ومادياتها. نعم. وصح واولادك الصبيانين. نعم. عندي صبيان. اوكي. اول شيء اتمنى عليك بعد مراجعة أخصائي أو أخصائيين للتغذية. نعم. بلشي تبعي حمية معينة، مش للنصاحة. نعم. بس للتعب والتقل اللي عم بتحسيه بجسمك. نعم. في نوع مأكولات ممكن تكون عم تأثر عليك. هون أرجع متابعة الموضوع مع أخصائيين. ما في أي خطر على العائلة. الأمور المادية تعود إلى الواجهة من الباب العريض باسترداد حق معين او دفع، يعني حدا يبدو يرد لك حقك يبدو يدفع لك ثمنه. الموضوع كله سوى هيدا ضمن هذا العام،
ولكن ضروري تستشيري أخصائيين للتقديم. كمان اتصال. صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير مسيو مايك. صباح النور. مسيو مايك حابة أسأل، أنا عندي هالأسبوع مقابلة بخصوص عمل وظيفة. عندك مقابلة بخصوص كتير. عمل؟ ألو؟ أنا قطع الاتصال. أوكي. بقلك يا مقابلتك حيكون فيها نجاح بعالم المال، تتأخر أن تتم الأمور، تمضي العقود ولكن بتتم على خير وسلامة، ومن ثم تبدأ الحياة العاطفية ويكون الارتباط بال 2020. كمان اتصال. صباح الخير. الو. صباح الخير. أهلا وسهلا. في مجال مع أستاذ مارك. تفضل عم بيسمعك. بونجور، بس بدي أسألك عن حياتي العاطفية الزوجية والمهنية. العاطفية الزوجية. صباح الخير. مهضوم. عم تلعب دور كتير قاسي وما حدا جابرك تلعبه هيدا الدور. حاول انه تستكمل حياتك العاطفية بغض النظر عن الظروف اللي عايشها. حقك تعيش حياتك كاملة. الحب منه كلبشة، الإنسان بيتكلبش هيك ببطل يقدر يتحرك. فيك تعيش حياتك كاملة ولكن ما تأثر بحق حدا. أمورك المادية إلى زركة بسيطة تستمر لغاية شهر 12. من بعد شهر 12 بصير فيك تاخد القرارات، لأنه بتاخد جواب للسفر وبتم على خير. تمام. كمان نتلقى اتصالاتكم مشاهدينا. صباح الخير. ألو. أكيد بده يكون مزروق ماديا. لا ليش؟ ليش؟ أنه حياة عاطفية وحياة زوجية. أنه أنت بالحياة العاطفية ضروري يكون فيها علاقة جنسية أو ما شابه. لا لا. شو؟ اتصال. أبدا مش ضروري. أنا ما كان لازم علق أصلا. أبدا مش ضروري. صباح الخير. وأنت كمان تعليقك. لا، حياته حر فيها، بيقدر يعيشها. ليه بدنا نكون هيك كثير مسكرين على بعضنا ونعيش بالخفية ونعيش بكذبة بالحياة؟ صح. اتصال. صباح الخير. الو. الو. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. تفضل. تفضل حضرتك على الهواء مسيو، عم بسمعك. مايك، بدي اسالك عن حياتي الشخصية والعمل المهني لو سمحت. حياتك الشخصية والمهنية. شكرا لاتصالك. قرارات مهمة جدا بانتظارك من هلا لمنتصف الشهر القادم على صعيد حياتك الشخصية. وكون على ثقة انه القرارات رح تكون نابعة منك وايجابية لك، يعني ما فيها خطر عليك نهائيا. فخذ قراراتك كل ما استعجلت كل ما ارتحت على الصعيد المادي والاجتماعي. أمورك العاطفية الشخصية ما في أي تغييرات فيها، باقي الأمور على ما هي عليه. تابعين كمان مشاهدينا واتصال. صباح الخير. ألو. صباح الخير. أهلا وسهلا. بقول له الحمد لله على السلامة لأرزة لبنان أستاذ مايك فغالي. تسلمي يا قلبي. أنا أم محمد من سويسرا أستاذ مايك. نعم. اللي حكيت لي بال 2015 على اختي كله طلع صح وجبتها لسويسرا، والكلام اللي حكيت لي عن جوزها كله كذب طلع، وحبيت ارجع اولادها لجوزها. يا ترى رح فيني ارجع الاولاد لابوهم؟ لانها غدرت فيني اختي. رح فيك ترجعيهم، وانت تصرفتي خطا، نصحناكي تصرفتي خطا، مشيتي بالعاطفه ما مشيتي بالعقل والمنطق، لانه اللي صار معك نفس الشيء عملته مع أقرب مقربينا. ما استغربت أنه خذلتك أو خانتك، رح تطلع بإيدك ترد الأولاد لبيهم. بعدك تتذكر أنه حكي؟ طبيعي. عن جد تتذكر؟ طبيعي. كيف؟ الصوت ما تغير. أنا عم بحكيها من الصوت. أيوة. إذا عادي انت ما بتتذكري ولا
معلمتك وقت كانت عم تعلمك شي شعر بس أنه معلمتك كانت تعلمني على سنة على القليلة كل يوم بس ما تنسي أنه الاستزهار مرة بتقولي بتدرسي مرة بضلك حفظتي مرة خمس سنين بالجمعة قصدي خمس أيام بالجمعة أنه على سنة على القليلة مرة إذا معلمة بتعلم سنة هيدا اتصال ما تغير الصوت ما تغير الصوت هذا الاتصال سامعه قبل مجاوبه هيك شو غريب اتصال كمان صباح الخير الو بونجور بونجور يعطيكم العافيه اهلا وسهلا فيك تفضلي معك عم بسمعك اوكي بدي اساله عن حياتي المهنيه وعن حياتي العاطفيه صباح الخير صباح النور تغيير من مكان الى مكان او من منصب الى منصب الأمور تتفاعل بشكل كتير سريع بهالمرحلة بتمتد مش أكتر من 60 يوم على الصعيد العملي عاطفياً ما تتعب قلبك بالوقت الحالي الأمور تركيها تمشي لحالها توصل إلى بر الأمام شهر 11 ماشي يا أهلا شكراً كتير لاتصالك وأهلا وسهلا بكل يلي عم يتصلوا وليلي ما بدهم يطلعوا على الهواء كمان ويكونوا عم بيخبروا ويطرحوا الأسئلة على مايك على الهواء كمان رقم التليفون عم تمرق على الشاشة فيكم تتواصلوا معنا أكيد كمان الرقم المختص للبرنامج 01-491-7102 صباح الخير ألو نقطع الاتصال خبرنا هيك يعني الصيفية كان يعني منيحة بدايتها كان في شوية خضات كلها منيحة والسياحة كتير حلوة وبعدنا نقشع عجقة أكتر بالسياحة هو رغم كل شيء عن جد اسم الله يعني أنه عم بكون في في سواح أجانب وفي سواح عرب صح وفي سواح لبنانية بالفنادق والمطاعم في سواح لبنانية بقلب لبنان بس يا ريت شوي صغيرة براعوا لنا الهوية تبعيتنا أنه اللبناني ما يكون سويته بسوية سائح الأجنبي أنه يكون لنا أسعار أسوة بجميع دول العالم ابن البلد بيكون له سعر غير عن السياحة هيدي إذا صارت أنا أكيد أنه طوال العام الأوتيلات بتكون مفولة بجميع المناطق لأنه اللي بدهم يحطون بأوتيل ببيروت على 3-4 أيام بيقدروا يسافروا فيهن على حيلا بلد قريب لألنا مجاور لألنا واسمه أنه سافر وشم الهواء فيا ريت بيعملوا لنا اسعار وزاره السياحه تفرض انه اللبناني معاملته غير الاجنبي خلينا ناخذ اتصال صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا الحمد لله بخير ممكن احكي مع مايك بغالي تفضلي بدي اعرف عن حياتي الشخصيه والعاطفيه عمل معروف عن اهلي صباح الخير صباح الخير اذا بدنا نرجع للماضي شوي بعيد ما عرفتي تتخذي قرار مشيتي بقرارات غيرك وأثروا عليك لوصلتي لهون أتمنى بهيدي المرحلة تعرفي كيف تواجهي وتاخذي القرار حتى تقدري تنطلقي وتستردي اللي راح منك من حياتك العاطفية كاملة خذي القرارات من تلقاء نفسك ما بقى تستشيري حدا تابعين مشاهدينا تلقت سالتكم على 01-491-702 أوروبياً رح يصير في بعد خضات أكثر من المتوقع أكثر من المتوقع هلأ بفترة الصيف يعني اللي عم نشوفه هلأ بفرنسا بدنا نقشعه بأكثر من بلد أوروبي وبده يحتدم نقاش حاد لدرجة أنه تهديد بالانفصال بعض الدول الحدودية بالاتحاد الأوروبي في تغيير كبير على صعيد الاتحاد الأوروبي وهذا الشيء بال 2019 يعني قبل وأحد رؤساء الدول العظمى بمرحلة معينة مش عم نحكي هيدا العام هلا بمرحلة معينة يغتال رئيس أوروبي دولة عظمى اتصال كمان صباح الخير صباح الخير اهلا وسهلا الحمد لله بخير حبيبتي فيني احكي معك تفضلي عم بيسمعك صباح الخير دكتور مايك صباح النور
بدي اسالك عن شغل جوزي اذا في تطور، وبدي اسالك اذا في اذا فيك سمعنا عن شغل جوزك. شو تاني سؤال؟ بدي اسالك عن شغل جوزي اذا في تطور بالشغل، اوكي، واذا في عنا سفر بهالفتره او فتره بعيده. اوكي، اول شيء التطور، صباح الخير. في تطور عملي، التطور رح يكون في زركة كتير كبيرة ما رح تسمح له بالسفر بوقت قريب. ما تكوني متضايقة ومنزعجة، لأنه الأمور سوف تكون إيجابية جدا العام المقبل، بترجع بتعيش الحياة اللي أنت عم تفكري فيها. تطورات كتير كبيرة وإيجابية تكون معه في القريب العاجل. شكرا اكيد لكل الاشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا، واكيد فيكم تتواصلوا مع مايك على الارقام الثانيه اللي عم تمرق على الشاشه. اما رقم للاتصال خلال هيدي الفقره فهو 01-491-702. كمان اتصال. صباح الخير. الو، بونجور، اهلين وحياتك مدام ماي، بقدر احكي مع مايكل؟ تفضلي حضرتك على الهواء مدام، بس بدي اطلب منك تعلي صوتك شوي. اوكي، اهلا وسهلا فيك. بونجور استاذ مايكل، صباح الخير. بدي اسالك ليش المنيح ما بيسوى، وليش ليش اللقمه توصل لزلعومي وبيسحبوها مني، وليش كل شيء ناطره مصاري بتوصل اللقمه للتم وبتطير. حابه بس اسالك ليش. شكرا كثير لاتصالك مدام. بدي اقول لها شي فيي، اقول لها انه المهم الصحة بس هيك، مش في اشي اهم من الصحة. اذا ما في مال ما في صحة. سيدتي الكريمة، انا كمسيحي رح احكيك، انا انضربت وانهنت وحاولوا يغتلوني وتوقفت، كل هالاشياء انا انسان مرق فيها. بس أنا بفكر بكل مرحلة مرقت فيها، مثلي الأعلى اللي هو المسيح، أنا كمسيحي، أنا هو انضرب مش عيب أنا انضرب، هو توقف انحبس مش عيب أنا انحبس، ولكن بالنهاية الربح والمجد كان لإله. معلش إذا أنا بتعذب بشعرة صغيرة من اللي مرق فيها توصل أنا كمان للكمال. بعرف عم بحكي مثاليات أو ما رح تقتنعي فيها، بس عيشي الفرح هيدا وقولي مع آلامك يا يسوع، وشوفي ربنا كيف بده يفتح لك اياها من كل ميلات، والكل اللي بعدوا عنك واستفادوا منك حيرجعوا لك ويعتذروا. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير. الو، انقطع الاتصال. متابعين اكيد باخر خمس دقائق نتلقى اتصالاتكم. مايك، شو بعد في هيك توقعات نقولها لكل الاشخاص اللي عم تابعونا بينطروا اطلالتك، خاصة أنا كنت غايب، يعني بكون هيك مجمع الأخبار. مرقين بمرحلة كتير حرجة كتير صعبة نتخطاها. شهر 11 بلش مرحلة جديدة فيها شبه ارتياح، بلش نحس حالنا، بلشنا نرتاح. 2020 رح تكون جيدة على صعيد اقتصادي. ماني شايف انه الليرة في عليها خطر، واحد على مليار، ما حدا يراهن على العملات الأجنبية. اقتصادنا منيح، أمورنا منيحة، خلنا نعرف كيف نحن نشغل اقتصادنا، مش بحاجة لغيرنا. اتصال كمان. صباح الخير. خليكم الاتصال الأخير لأنه لا نحكي كمان هيك نختم. صباح الخير. ألو، ألو، صباح النور، أهلا وسهلا، تفضل حضرتك على الهواء. مسيو، بدي أحكي مع الأستاذ مايك. تفضل. صباح الخير. صباح النور. يا الو الو، يعطيك العافية، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. استاذ صباح الخير استاذ مايك، بس بدي اطمن عن حالي وحال اولادي. امورك جيدة ولكن طيبة قلبك ما عم تخليك تكون صريح بوجه الاشخاص. يعني على طول عم بتراعي شعور الاخرين خوفا انك تجرحهم، مع انه في بعض الناس اذا ما جرحتهم ما بيتعلموا. انت عم تعلمهم الخطا هلا،
لأن بعدهم عم بيتمادوا من حواليك. حاول فرجيهم العين الحمراء، حاول تكون جريء أنك توجههم وما تخاف على شعورهم. اللي بيجرح شعورك عمره ما رجع. غير طريقة تعاملك مع الآخرين. مشاهدينا رح نوقف نتلقى الاتصالات، وأكيد الأرقام الثانية يلي مرقت على الشاشة فيكم تتواصلوا مع مايك بانتظار إطلالتك الأسبوع الجاي. مايك بإذن الله لك الهواء أنت هيك بآخر دقيقة تحكي الناس. مع قد ما في فرح بعينيك يا ريت العالم يكون في عنده فرح بهيدا البلد، بس هيك يقعدوا ويتطلعوا يحسوا بالطاقة الإيجابية اللي بالأرض اللي فيه. ما بقى نعيش إنه هيدا عم بكب وهيدا عم بيعمل وهون رصيف مكسور. الغلط خليني أنا صلحه قبل ما بلش أطلب من غيري يصلحه. إذا أنا ما صلحته وبلشت صلح بحالي ما فينا نعمل شيء. شكرا كثير لحضورك مايك، وشكرا لإيجابيتك يلي رغم كل شيء عن جد منحس فيها دايما باللقاءات معك، واكيد نلتقى الاسبوع المقبل. فاصل ومنودعكم مشاهدينا، خليكم معنا.